عادوا للسلبي، ما زال سيد الموقف. سنعود لذكر الأرقام، لكن بعد هذه الفرصة والأول جول 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 جول. البدوي يسجل بعدما أضاع الفرصة في الدقائق الأولى، الآن يعوض بالهدف الأول على التعادلات السلبية. فهنا يأتي الرد، لا تعادل سلبي في هذا المساء. البدوي يتقدم ب1-0 لمصلحة شباب الخليل، 1 للعميد. لا شيء للجدعان، ممتاز العملية الماضية والكرة العرضية من حازم عبد الله ورأسية البدوي بدون رقابة. أين الرقابة؟ اليمين نديم عرضية مرت إلى عميد، إلى فادي خطميش. هل هذه المرة تأتي مع فادي ورأسية؟ الله، يا سلام بالرأس، واحدة بواحدة، رأس برأس، والبادئ شبابي. واحدة بواحدة، رأس برأس، والبادئ شبابي. بلاطة ترد بهدف التعادل، رأسية برأسية، العين بالعين، والسن بالسن، والرأس بالرأس. تعادل عن طريق وشاح، عن طريق السفاح، عن طريق هذا عبد الرحمن. لاحظ، عرضية مليمترية، رأسية وشاح بالمقاس، كانت العرضية من فادي بالمقاس، كانت من الظهير الأيسر، وهذا وشاح بالمقاس وضعها في مرمى مهدي، في مرمى الزعبي. رأس برأس، والبادئ شبابي. التعادل هدف لهدف، التعادل هدف لهدف. دق على الأخمص شعار كتيبة جدعانية. هنا الجدعان يعدل، العميد 1، الجدعان 1. وبكل تأكيد مباراة جميلة جدا تسر كل الناظرين. الله على جول، الله على رأسية من عبد الرحمن وشاح. السفاح وشاح يعود بالجدعان من جديد، يعود في بلاطة من جديد. هذه لقطة وهذه قصة هدف التعادل، هذه قصة هدف الإبعاد عن طريق فادي قطميش مرة أخرى إلى الشاهر، إلى أبو وردة. تمر أبو وردة، الله، الكرة في الإبعاد وركلة جزاء. ركلة جزاء، الجدعان. كم الساحة؟ هنا الإعادة سنشاهدها وإياكم. هنا الإعادة وهنا التلامس، هل هناك فيها أي إعاقة أو ركلة جزاء؟ هل هناك ضرب من يزن في هذا اللقاء؟ ركلة جزاء، خالد سالم أم مهدي؟ خالد أم مهدي؟ خالد جول. خالد سالم والثاني لمصلحة الجدعان. خالد سالم يقلب النتيجة، يقلب الوضعية، الثاني للجدعان عن طريق خالد سالم. لعب سابقا في شباب الخليل، يسجل في مرمى فريقه السابق. خالد سالم يسجل الثاني، الذي يريد أن يكون نجما كبيرا في الجدعان في المستقبل. هنا خالد سالم بكل اقتدار، بخبرات السنين يا سادة، بخبرات السنين، يسجل في مرمى مهدي الزعبي. وضع الحارس في زاوية ووضع الكرة في زاوية، وواحد للشباب، 2 لفريق بلاطة، 2 لفريق بلاطة. كرة طويلة، رمي التماس، والحكم يشير إلى ركلة جزاء. ماذا؟ نعم، ركلة جزاء لمصلحة الجدعان. لا يوجد هناك أي اعتراض. لاحظ الكرة الماضية، حسن مناع أيضا، نعم، إعاقة. هنا الإعادة لقصة ركلة الجزاء التي احتسبت، أو يأتي الهدف الثالث لتأكيد الانتصار. خالد سالم أمام مهدي، خالد سالم جول. الجدعان يسجل الثالث عن طريق خالد سالم صاحب الثنائية.
صاحب الثنائية في لقاء اليوم. القدعان 3 شباب الخليل هدف، الثالث للقدعان، الثالث عن طريق، لاحظ هنا مهد، هنا خالد سالم، هنا خالد سالم بكل اقتدار بقيمة بلاطة، هدف شباب الخليل عند الدقيقة 86. ان شاء الله نعوضها بكل تأكيد في مواسم قادمة في مشاركات فلسطينية بصورة أفضل. هذه محاولة انطلاقة، مر 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 مر، الله الله على المرور، الكل يتفرج على هذا المرور، والكرة من حسن حظ الحارس أنها جاءت في القائم، جاءت في القائم. اللحظات الأخيرة على نهاية التسعين دقيقة، مر فيها بدوي، بدوي إلى أدهم برويس، أدهم في لحظات أخيرة، هل يأتي الرابع؟ هل يأتي الرابع في هذا التوقيت؟ أبو وردة، جول 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 جول، 4 لبلاطة، هدف لشباب الخليل. أبو وردة، أبو وردة يسجل في مرمى فريقه السابق. 4 للقدعان، هدف لشباب الخليل. هنا الحارس مهدي الزعبي، لم يكن باليوم الموعود هذا المهدي، بل كان يوما أسودا على مهدي لتلقيه 4 أهداف. لاحظ هنا مودي، مودي يسدد كرة، ماذا تفعل يا زعبي؟ ماذا تفعل يا مهدي؟ كرة كانت نوعا ما قوية، لكن كانت في متناول الحارس، لكن ينجح فيها مودي، يسجل الرابع. ألف مبروك لبلاطة، هارد لك لشباب الخليل. 4 القدعان، هدف لمصلحة شباب الخليل. لاحظ الكرة السابقة، هنا نعلق وإياكم على الإعادة في آخر لقطة قبل أن نترك المايك. هنا التسديدة، تسديدة مودي تعانق شباك مرمى نادي شباب الخليل. ألف مبروك للقدعان، هارد لك للعميد، هذه الخسارة. أشكر كل طاقم العمل في قناة فلسطين الشبابي والرياضة، مخرج اللقاء براء شريم، وهذه تحياتي، كنت معكم في التعليق سامي أبو سنين، على أمل اللقاء بكم في مواعيد رياضية قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم في حفظ الله ورعايته.